قبل يومين كنت في مرور السيب، فأتفاجأ أن سابقا زحمة تختنق إلى ما تخلص خدمة بسيطة. فاليوم وأنا في ركن الإخوان في شرطة عمان السلطانية تفاجأت بكمية الخدمات اللي تقدر تخلصها وأنت قاعد في بيتك، فما يحتاج أنك تروح لأي مركز خدمات تابع لشرطة عمان السلطانية. الآن تخيل أنك أنت تجدد مركبتك أونلاين وأنت في بيتك، خدمات كثيرة بوريكم إياها الحين وأنت قاعد في بيتك أونلاين خلصها عن طريق شرطة عمان السلطانية والخدمات المقدمة منهم. تابعوا التفاصيل. الآن أنا دخلت في تطبيق شرطة عمان السلطانية، وهذا التطبيق اللي لابد من كل شخص يكون موجود بداخل هاتفه المحمول. الآن من خلال التطبيق راح أخلص مجموعة خدمات موجودة بداخل هذا التطبيق من دون لا أنا أي وأتعنى وأروح أدور أي مركز خدمات، خدمات التأشير، خدمات المرور، خدمات البلاغات وخدمات الوثائق. تعالوا بندخل لخدمات المرور. حاجة نروح لموضوع دفع المخالفات. خانة دفع المخالفات تدفع كل المخالفات اللي عليك إلكترونيا. خدمات التجديد، تجديد رخصة السياقة أونلاين، تجديد سجل المركبات أونلاين، كل هذه الخدمات أونلاين. نقل المركبات، اليوم أنت عندك سيارة تبي تنقلها، تبي تبيع وتشتري أيضا عن طريق الموقع الخاص بشرطة عمان السلطانية. شفتوا الأمر كيف سهل؟ ما بنخلص من شرطة عمان السلطانية لأن هذه الأشياء مهمة جدا لكل مواطن وكل مقيم. أول لما تروح مكان ونسيت رخصة السياقة طلبها منك أحد رجال الأمن تقول نسيتها، الآن ما في نسيتها، الآن من خلال التطبيق كل حاجة إلكتروني. على سبيل المثال تقدر تطلع رخصة السياقة إلكترونيا، مجرد ضغطة زر الحين لو ضغطت أنا بيطلع الليسن تبعي. رخصة المركبات، في ناس سياراتهم تنتهي ولا سمح الله يعملوا حوادث وهم ما عارفين أن السيارة منتهية، من خلال ضغطة الزر هذه يطلع لك كل السيارات اللي عندك ومتى انتهاءها ومتى التجديد، وأيضا الشهادات. في ناس يريدوا شهادة عدم محكومية مباشرة، ما يحتاج تروح أي مكان تعمل طلب جديد لشهادة عدم محكومية أيضا من خلال تطبيق شرطة عمان السلطانية. والله الشرطة سهلون الأمور. في واحد رايح مشوار وهو يحاتي يخاف أن هذا المشوار يكون لا سمح الله في حادث مروري، في اختناق مروري، في زحمة، في حاجة في التطبيق جدا مميزة اسمها الخارطة التفاعلية. أول ما تضغط على الخارطة التفاعلية يبين لك إذا كان في أي بلاغ في خط السير اللي أنت رايح فيه، تشوف أن الشارع سالك ما في أي بلاغ، لا سمح الله أنت وصلت الحيل وصار حادث فجأة أو صارت مشكلة معينة في الشارع، تقدر أنت أيضا تعمل الإبلاغ عن واقعة. اللي راح يعمل بلاغ بيعبي كل هذه البيانات وما يحتاج تقول أنت من، لأنه أوريدي اسمك ورقم المدني كله موجود بداخل موقع تقديم البلاغ.